هابي هوليديز، مرحبا بكم في اسكال بيتش. اليوم الوجهه نتاعنا هي شط عين مستير. لا لا لا، عين مستير ماهيش في المستير. عين مستير موجوده في بنزرت، تحديدا ما بين الرفراف وصونيل. من تونس العاصمه تبعد 60 كيلومتر. كانك باش تمشي من سوسه، حط في بالك لازمك 3 سوايع بالكهرباء، سينو تنقل بالواج ساهل ياسر. تاخذ من اي بلاصه لواج حتى البنزرت، ومن غادي تبدل تاخذ لواج راس جبل. وقتها اللي يحطك قدام عين مستير، اول حاجه تعرضك بعد ما تهبط هي الباركينغ اللي 100% سيكوريزي، ومن بعد تهبط من جبل عن طريق الدروج. وقتها حضر روحك للقاء العمالقة، جن على وجه الأرض، بحر تيركواز، جبل ورمل أبيض، هذا الكل في عين مستير. عين مستير منطقة جبلية ساحلية تستقبل العائلات التونسية باش يعديو نهير ما يتنسيش، ما بين البحر والتقاطعات الجبلية وبرشا مفاجآت أخرى تستناكم في عين مستير. والحاجة اللي تمتاز بها عين مستير إنه البحر ديما راكح، لأنها موجودة ما بين الجبولة، قد ما فما ريحة لبرا ما يوصل حتى شيء للشاطئ عين مستير. بعد ما تهبط من الدروج باش تلقى روحك على شط لونه ابيض، ومن بعد باش تكمل تمشي تقريبا خطين على اليمين. وقتها باش تمد يدك في جبل ترقى فيه التفل والتين. وجرات العاده برشا مصطفين كي يمشيو غادي يدهن رواحهم بالتفل والتين، بعد يمشيو يعملوا غطسه في البحر. وتنجم تمشي طريقه اخرى باش ترقى روحك قدام داموس غارق. الداموس هذايا فيه ماء بارد برشا، يدخلوا له برشا باش يدوشوا. الداموس هذا والماء هذايا هما مكونات عين مستير اللي تسميت عليها بلاصتنا لليوم. هذه كانت زيارتنا لعين مستير في بنزرت. مرة جاية زعما وين ماشيين.